فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. ما زلنا في حديث السياحة، وقد وصلنا إلى مسألة السفر يوم الجمعة، وهل هو مشروع أو لا؟ وتحدثنا عن السفر قبل الزوال، وذكرتم أنه لا بأس في ذلك فيما أذكر، وبقي لنا مسألة ماذا لو كان سفره بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت وجوب الجمعة، هل يجوز له السفر أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن هذا البحث مبناه على الشغل عن صلاة الجمعة. نعم. فكل ما يشغل عن صلاة الجمعة فهو ممنوع يومها، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع مباح في يوم الجمعة إلا إذا نودي لها، فإن النداء الآخر مانع للبيع ومانع لكل ما يشغل عنها بما فيه السفر، بما في ذلك السفر. فإذا كان الإنسان يعلم أنه سيدرك الجمعة لو سافر، نعم، ويوقن بذلك، فإنه يجوز له السفر. وقد ذكرنا أن السفر في أول النهار قبل أن ترتفع الشمس ليس مكروها، وأنه بعد ارتفاعها مكروه إلى أن يقترب الزوال، فحينئذ يمنع لمن لا يرجو إدراك الجمعة. وإذا دخل وقت الصلاة يحرم على الإنسان الخروج وهو يعلم أنها ستفوته. ترخيص الأحناف في أن يسافر بعد الزوال باعتبار أن الوجوب عندهم هو بآخر الوقت وليس بأوله. نعم، هذا على اعتبار أن وقت الوجوب هو آخر ما تؤدى فيه، لكن بالنسبة للجمعة لها خصوصية في هذا الباب. طيب، هل هناك أوقات يستحب أن يرجع فيها الإنسان؟ لا، لكن يكره فقط أو خلاف الأولى أن يطرق أهله ليلا ولم يشعروا به ولم يعلموا به، حتى مع وجود الهواتف اليوم. لا، هو محله إذا لم يعلموا به، أما إذا علموا بوقت مقدمه. نعم. وحديث كعب بن مالك كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، هذا اللي يعلم به أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة ذلك: لن تمتش الشطر المغيبة وتحتد. فهذه هي العلة. بالنسبة لسفر الزوال الجمعة، نسيت أن أقول، ماذا لو كانت الرحلة لا توجد رحلة مناسبة إلا في هذا الوقت، هل يدخل في خوف فوت الرفقة وكذا فيرخص له في السفر؟ بحسب السفر، إذا كان السفر لأمر ضروري لا بد منه ماذا يعمل؟ طيب، يكون هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. لكن القضية هنا قضية أوقات الجمعة، في جمعة كثيرة متعددة في البلد، وقد يهد الإنسان جمعة مختصرة في المطار أو في غيره فيدرك. نعم. طيب، هل يكره سفر الفرد اليوم وحده؟ بالنسبة للسفر المنهي عنه وحده هو السفر انفراد الإنسان في الليل بالخصوص، خصوصا في الليل. نعم. دون النهار، في النهار لم يرد فيه النهي، إنما جاء النهي في حديث ابن عمر: لو تعلمون من الوحدة ما أعلم لما سافر راكب بليل وحده. لكن في حديث: الراكب شيطان والراكبان شيطان. نعم، هو نفس المسار، القصة واحد. نعم. فلذلك إذا كان الإنسان في سيارة وحده ويسوقها، فينبغي أن لا يسافر وحده في الليل، يصدق عليه النهي. نعم. في النهار لا حرج عليه. نعم، لا حرج عليه. طيب، السفر مع الطائرة ومع الحافلة، إذا كان المرء وحده بمعنى أنه لا يعرف أحدا من هذا، ليس وحده، ما يصدق عليه النهي؟ نعم. طيب، إذا كان الطريق مليء بالسيارات على سبيل المثال، يعني هو وحده يسوق في الليل لكن هناك سيارات، يخف النهي، تخف الكراهة. طيب شيخنا، مسألة الإمارة في السفر هل هي واجبة أو مستحبة؟ الذي يترجح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. قد يكون للندب قد يكون، لكن الأصل هو أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف
يصرفون عن ذلك، وكون الصارف هنا أن هذا من باب الأدب يعارضه أنه قد يترتب عليه أمور قد يختلفون في بعض الرأي فيحتاجون إلى حسم، ولا حسم إن لم يكن لهم أمير. هل يقول وجوب الحديث الذي رواه ابن لهيعة ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم، باعتبار لفظ لا يحل فيه معنى؟ نعم لا يحل كذلك، لكن القضية قضية الثبوت، لأن ابن لهيعة كما تعلم تغير بآخرة، وما رواه عنه العبادلة فقد كان قبل تغيره، وما رواه غيرهم فيحمل على طيب أنا التغير. لكن جمهور العلماء ليسوا على الاستحباب في المسألة؟ بلى، لكن أنتم ترجحون الذي يترجح هو أن الأمر الوجوب ولم يدل دليل على خلافه. طيب إذا قلنا للوجوب أو للاستحباب، ما هي حدود طاعة الأمير؟ هل هي طاعة فقط في مصالح السفر أم طاعة كطاعة الأمير الذي في الحضر؟ لا هي طاعة في مصالح السفر، لا طاعة في مصالح السفر، فيحسم لهم خلافهم إذا اختلفوا في الرأي فهو الذي يحسم، يعني لا يتدخل مثلا في خصوصيات أحدهم، ماذا يلبس وماذا يأكل وماذا يشرب؟ لا فقط إلا شيء يتعلق بالسفر، مثلا إذا كان لباس مثير فنهى عنه صاحبه خشية أن يصل إليه الضرر أو إليهم جميعا، تجب طاعته بذلك. طيب حديث علي رضي الله عنه في شأن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فغضب فأمر أصحابه أن يقتحموا النار، ألا يشهد على أن إمارة السفر هي كإمارة الحضر يجب فيها هذه إمارة سفر وإمارة حرب أيضا، فإمارة الحرب لا شك في وجوب طاعة صاحبها ولا خلاف في ذلك أصلا. طيب إذا سمي أمير فعبد الله بن حذافة بن قيس أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، أو أمر رجلا من الأنصار فأمر عبد الله بن حذافة بن قيس فهو الذي غضب عليهم فأمرهم أن يتواثبوا في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. إذا كان النص الشرعي سمى الأمير في السفر أميرا وسمى أمير الحضر الذي له البيعة أميرا، فلما فرقنا بين الوجهين وقلنا هذا طاعته مقيدة وهذا طاعته شاملة؟ لأن هذا أمير للسفر فقط وليس أميرا عاما، والأمير الآخر أمير في كل شيء في الحضر والسفر. طيب إذا سافرت الأسرة ومعها ولي أمرها وربها الوالد، هل يضاف لرب الأسرة حق إضافي بحكم هذه الإمارة فتكون طاعته أوجب مثلا؟ طاعته كانت واجبة في الأصل، لكن من باب الإمارة تضيف له تأكيدا نعم أو حقه، من باب فقط تنمية النيات نعم ينمون ذلك، وقد قال وبالأخص أن هذه المسألة يترتب عليها فرع فقهي، وهو إذا نوى هو الإقامة دون أن يخبرهم فاقتدوا به فتصح صلاتهم، وقد نظم هذا الفرع جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، قال إن سافر العبد مع السيد والجيش مع أميره الأيدي وزوجة مع زوجها وهم لا يعلمون القصد من ذي اليد، لم يترخص جاهل منهم وعالم منهم به يقتدي. مر بنا أثناء الحديث بالأمس شيء عن السائح والدعوة، لكن نريد تركيز بعض النقاط. هل تجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف أنها على المنكر على السائح كلما رأى منكرا ينكره؟ نعم، بالنسبة للمنكر ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيعه بلسانه فإن لم يستطيعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن من ألفاظ العموم تشمل المسافر وغيره والسائح وغيره. وأما الدعوة فإنها هؤلاء على كفر شيخنا، فينكر عليهم ما دون الكفر مثلا؟ لا، هو الإنكار بحسبه كما ذكرنا في فقهه لا بد أن يكون نافعا، إذا كان لا نفع فيه ولا يترتب عليه أي أثر بل يترتب عليه الضرر والهزء والسخرية. إذا نسترجع هنا حلقات الحسبة التي نعم سبقت، نفس حلقات الحسبة السابقة. طيب لكن هنا لا بد أن نذكر أيضا أن الإنسان المؤمن لا بد أن يستشعر مسؤوليته عن نصرة الدين أينما كان، وبالأخص إذا سافر فكان هو الوحيد الذي يمثل هذا الدين العظيم، فلا بد أن ترتفع معنوياته وأن تقوى شخصيته باعتباره سفيرا للإسلام وممثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسعى للدعوة ولو كانت الدعوة صامتة بتصرفاته وإسدائه المعروفة للناس. الدعوة ليس بالضرورة أن تصدر عن لسان، بل الدعوة بلسان الحال أفصح من لسان المقال. طيب شيخ الأدلف إلى محور ثالث هو المتعلق بالسياحة والعبادات، وسأشير إلى بعض المسائل فقط، وأنبه لأن مسألة مدة القصر سبق بحثها بحثا مطولا جدا في حلقات أحكام الابتعاث. شيخ المسح على ما يسميه الناس اليوم الجزمة التي هي دون الكعبين لا تغطي الكعبين، هل يجوز المسح عليها؟ إذا كان الإنسان يلبس تحتها جوربا ثخينا
فيمكن أن يمسح على جزمته ويكمل على الجورب، لأن لحديث المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين فيكونانك الشيء الواحد. نعم طيب، ومع أنه معلل، لكن على الأقل يكون، لأنه لو مسح على الجوربين فقط كيف يافي كيف لو كان عليهما الجزمتان. طيب الجوربان الرقيقان وهما عامة ما يلبسه الناس اليوم، هل يجوز المسح عليهما؟ اللذان لا يمشي عليهما، لا يجعلان فقط لي. إنما كان المسح على الجورب قياسا على الخف، والقياس محله ما هو ثخين. لما القياس وقد ورد فيه النص شيخ مسح على الجوربين والنعلين، ذكرت لك أن الحديث معلل، والترمذي لما ورد هذا الحديث قال وقال بهذا بعض أهل العلم إذا كان الجورب ثخينا شرط أن يكون الجورب ثخينا، وهذا في سنن علته أن كل الروايات فيها النعلان فقط. إيه نعم، فيها عدد من العلل. أنس بن مالك لما رجع من العراق جاء يلبس جوربين ومسح عليهما، فقال أبو طلحة عراقية يا أنس، قال وهل هما إلا خفان من صوف؟ فهذا يدل على أنه ثقل، قاسهما على الصوف. طيب فإذا كان خفيفا جدا يشف عما تحته ورقيق بحيث لا يستطيع الإنسان المشي فيه وحده، فالاحتياط لا يمسح عليه بوجه من الوجوه. طيب، بل إنما يكون ذلك في حق الثخين، وبالأخص أن الترخص لا بد أن يحتاط فيه الإنسان ولا يأخذ الرخصة في غير محلها ويلحق بها ما ليس منها. تأذن لي بتعليق الشيخ شاكر على مسألة إعلال هذا الحديث، قال ليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، هذا حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، والمغيرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، فمن المعقول أن يشهد وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها؟ لا، لكن القضية قضية الإسناد وقضية من روى عن المغيرة بن شعبة إسناد، وأظنه حديث كلهم ثقات، لكن الإشكال في أن هذه الرواية فيها عدد من المشكلات. العلة التي ذكر الرد عليه الشيخ أحمد شاكر هي أنه عرف عن المغيرة حديث التبوك، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لكن هذا الحديث فيه مسح على الخفين والنعلين فيه علة أخرى من جهة المتن، وهي هل المسح على الخفين وحدهما وعلى النعلين وحدهما وعلى الخفين على النعلين على الجوربين، أقصد من علين، نعم، أو على الجوربين فقط وعلى النعلين فقط أو غير ذلك. وبالإمكان من أراد البحث في علة لهذا الحديث بالإمكان أن يراجع تحفة الأحوذي. طيب، حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين كل ما تسخن به القدم من خف وجورب ونحوي، وهو عموم يدخل فيه الجوارب الرقيقة وغير الرقيقة. غير الرقيقة لا تكفي من البرد، والحديث أيضا الذي يترجح فيه أنه ليس المسح على الخفين وإنما هو من باب الضرر،